والآن نتحول إلى أهم أنباء الاقتصاد في نشرة السادسة. وحكمة عبد الحميد. شكرا سحر، شكرا ريهام، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. تتواصل جهود الدولة في تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير الصناعات المغذية داخل القرى المصرية على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي القائمين على مبادرة شغلك في قريتك بأهمية استفادة الشباب من القروض التي يوفرها البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك. وأكد شعراوي أن مشروعك قد ساهم خلال شهر يونيو الماضي في تنفيذ 3700 مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات بقروض تقترب من 600 مليون جنيه، وقد ساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1.6 مليون فرصة عمل. تستضيف القاهرة خلال الفترة من 23 حتى 25 من يوليو الجاري اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، ويترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة والدول الثلاث. ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية يوم 23 والرابع 24 من يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة في المبادرة. من جهتها قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي. فتح المؤشران ستاندر أند بورز 500 ونزداك على انخفاض بعدما قادت شركات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الدعاية التراجع بعد إيرادات فصلية متواضعة، وسهل المؤشر ستاندر أند بورز 500 التداول على انخفاض بواقع 1%، بينما فتح المؤشر نزداك منخفضا بنسبة 28%. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة.